خبر صعب جدا، مسرع إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بمحور رود الفرج، وفي أخبار بتقول إن هو 12 شخص كانوا في الميكروباص، ففي ناس اتوفت وفي ناس أصيبت إصابات جامدة. الكلام ده كان يوم الخميس 31 مارس 2020، امبارح يعني أمس بالظبط كده، من حوالي في ساعات يعني. وده الخبر منشور على أخبار اليوم وفي كل أغلب الصحف الإلكترونية نشرت طبعا، وهتلاقيه النهاردة في الصحافة. لو عايزين نشوف في اليوتيوب الخبر دوت، فهندخل اليوتيوب ونكتب حادث ميكروباص، ميكروباص رود الفرج، او حادث رود الفرج على طول، حادث رود الفرج، رود الفرج، بس الفرج رود الفرج في حوادث كتيرة، فممكن يعني لما نشوف كده هنلاقي حوادث قديمة مثلا من 5 شهور، من 9 سنين، انهيار منزل من 4 سنين. لكن احنا لو كتبنا عملنا الفلترز كده وكتبنا في لاست تو داي او لاست ويك، سوري لاست داي، هنلاقي اهو ده الخبر ده من 21 ساعة، ده من 22 ساعة، ومنديك المصدر كمان يعني. شوف ازاي احنا ممكن نجيب هنا كده وده يساعدنا. مستقبل جد، جيلي، الجيل الجديد كليا من ابو غالي موتورز، احدث اتمنى انك تكنولوجيا تشترك في بتسوق القناة لو انت الاقتصاد مش الجديد مشترك في اكبر القناة عشان يوصلك كل لدينا جديد. انقلاب اخبار عامه حصري. انقلاب ميكروباص زي ما احنا شايفين طبعا الحوادث دي خطيرة جدا. المهم السواقين يعني تاخد لبالك من مش من خطأك انت بس، خطأ المقابل او خطأ الغير. يعني انت ممكن تكون سليم لكن حد قدامك هو اللي غلطان، طب تتفادى ازاي؟ لازم تكون السرعة بتاعتك تقدر تتحكم في الطيارة، تقدر تفرمل، تقدر تاخد قرار. لكن لو انت ماشي بسرعة عالية وجيت فرملت هتتقلب، وغالبا ده اللي حصل. يعني ممكن تكون مش غلطته لكن غلطة المقابل، فكان هو ماشي على سرعة عالية ففرمل فحصل اللي حصل ده. ربنا يسرع على مصر والمصريين وعلى بلادنا والاقتصاد المصري. شكرا لاستماعكم، واتمنى انك تعمل لايك وتشير الخبر مع اخرين لو عجبك، وتكتب كلمات تشجعنا على الاستمرار.